كيف ما كتشوفوا سبحان الله العظيم، هي يلا ولدات، هذه ولدات جوج رجكا ايه رجكا، دابا غادي ندخلها هنايا ان شاء الله رجكا ايه ايه رجكا ايه ايه رجكا ايه منى 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 منى، سبحان الله العظيم اكثر هي كتولد جوج، قول كلها كتولد جوج وصافي، قليله اللي كتولد واحد الا اللي كتولد الولده الاولى، اما كلها كتولد جوج سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم، هذه كي ولداتو ولداتو كيحل في البيض، هذا صردي هذا رجكا بي رجكا بي مي رجكا مي رجكا مي، ماشي كلهم كيتبعوا، قليله اللي كتبع، كاينه اللي كتكون ظريفه كتبع وكاينه اللي كتكون قبيحه رجكا مي رجكا مي. على منى ابو لبي مي رجكا مي. سبحان الله العظيم، هادو كلهم ولدوا اليوم في الصباح، تشوفوا نوريكم شحال من وحده، بي مازال غتولد واحد اخر هذه ان شاء الله، مازال غتولد واحد اخر ولا جوج رجكا بي. شحال ولدات من وحده تبارك الله في هذا الصباح هذا، جوج ربعة ستة ثمانية عشرة 12 14 16 18 20، هادو كلهم ولدوا هذا الصباح هذا تبارك الله، كتولد في النهار ما بين 40 50 حتى 60 على حسب، 500 ولا 600 ديال النعاش كتولد في الشهر. سبحان الله العظيم، ما شاء الله الخير موجود تبارك الله، عجبني هذا الخريف هذا سبحان الله العظيم، زويون رجكا باقا ما كملاتوش من الحي سمو، ولكن هي غتجي تكملو دابا، علاش واخا حطيتها مع هادو راها عارفه، وراعي تكون اول مره اللي غتولد اللي كتكون صعيبه ما عارفاش، اما مني كتكون فات ليها ولدات المرة الأولى والثانية والثالثة ما غيكونش عندها المشكل، دابا راها مازال باغا تولد، ها هي فينا هي، راها مازال باغا تولد، غادي تزيد تولد واحد ولا جوج إن شاء الله آخرين. تحياتي لكم، كيف ما كتشوفوا خير موجود والحمد لله، خريفين موجودين، هذه سبحان الله العظيم هي شخمة، هذه شخمة، هي والدة ولدها سبحان الله، شخمتها هو الراس ديالو ابيض، اي اش كاين الراس ديالو ابيض، الراس ديالو ابيض هو يا شيخ، ها هي غتجي عنده برتكا برتكا. سبحان الله العظيم، تقول راه ما والداش مع والده غير واحد، بقات كيما كانت اول مرتين، اللي كتولد جوج وثلاثه هي اللي كتضعف شويه، يا بحال هذه راه والده جوج كتضعف شويه، يا ولكن اللي كتولد واحد ما كيبانش فيها بحال بالله راه والده كاع نهائيا، هادو راهم والدين شي 3 ايام هذه ولا 4 ايام، دابا كنخليهم هنايا حتى الغداء ان شاء الله بحول الله، نخليهم هنايا مع ولادهم حتى يكبروا شويه يا ويرضعوا، ونشوف اللي رضع يرضع، اللي ما رضعش انايا هذيك الساعه نردعوا، عاد ندوزهم هنايا، نخرج هادو نخرجهم برا ونسد الباب ونخرجهم يبقاو هنايا حتى العشيه عاوتاني، ونعاود نخلطهم. تحياتي لكم، ونتمنى يعجبكم الفيديو، ونمشي نضرب شي دوره عاوتاني، ما ربنا تبان لي شي وحده اخرى مازال ما دخلتهاش رجكا هذه كامله، باقا ما ولداتش دابا، باقا هنا شي 300 ولا، نشوف لك هنا شي وحده اخرى والده رجكا بي هادي باغا تولد سبحان الله العظيم، ها هي وحده والده هنا رجكا بي رجكا بي، لا ماشي ولدها هذا، هذا غير شاده وصافي ماشي ولدها، غتكون امه هنايا لداخل رجكا بي تبارك الله، قداش هو هذا
هذه باغا تولد ولكن دابا شافت الخرفان كتجي تشدهم كتسحابهم ولادها. ها هو الخير موجود سبحان الله العظيم. ها هو ناض هذاك الشيخ. سير قلب على امك سير. سير قلب على امك دابا هي تجي تقلب عليه ان شاء الله. وهادو راه على حساب الترضاع، هادو راه كنردعوهم حنايا، هادي راه ولد الثلاثة، هادو راه كنردعوهم حنايا. علاش؟ هادي عندها الضرع كبير، عندها الضرع كبير وولادها ما يقدروش يردعو، كنردعوهم حنايا. هاهما سادين عليهم، سادين عليهم هنايا باش نبقاو نردعوهم حتى يكبروا. ودابا بحال هاد النعجة هادي صافي، هادي هي الولدة ديالها غنحيدوها. علاش؟ ما خداماش، عندها الضرع كبير وضروري خاصك تبقى خدام معاها، ضروري خاصك تخدم معاها. احنا كنحاولوا نخليو ديما النعاج اللي كيكونوا مزيانين يولدوا ويربيوا الروسهم باش ما نضربوش معاهم تماره. هذا هو الاهم ديال 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 الغنم، باش الانسان ما يضربش تماره. الغانشو كما كتشوفوها هو دابا ما كيفارقنيش، وهادو راهم نعاج شارفين، هادو راهم نعاج شارفين. حتى هاد الحولي هذا حتى هو يا راه شارف. كاينه واحد الوحده والده تمايا حتى تكبر ولادها، وهذيك الساعه غادي يتباعها ان شاء الله بحول الله. كيف ما كتشوفوا الكوري راه كبير، تكون فيه شي 1000 متر بحال هكاك. سبحان الله هاد الفحل راسو كيدير، ما عنده لا كرول لا والو، راسو كاع مشرط، النيف ديالو في شكل سبحان الله العظيم. ايوا طالع الى بغيتي تاكل، يلا غادي طالع بشويه بشويه في الجبل تاكل. اليوم الجو داير الشتاء. اشوفوا خيرات مولانا تبارك الله، شوفوا هنا كيفاش كيديروا الخدمه ديال الفصه واخا في الجبل، كيديروا ليها هذوك الرشاشات، كنعيطوا لهم حنايا هنايا الباخاريتوس. هاد الرشاشات هادو سميتهم الباخاريتوس، وكتبقى تسقى بهم تبارك الله. راه حتى هي مخيره الفصه هنايا، كتجي مخيره، كيديروهم هنايا في الجبال على حساب الدرا، على حساب الفصه والزرع. سولوني شي اخوان جزاهم الله خيرا، بغاوني نوريهم ان شاء الله الفصه. هذه هي الفصه، ولكن ان شاء الله غادي نحاول نقلب لهم على الزريعه ديال الفصه ونوريها لهم، ونوريها لهم كيفاش كتغرس ان شاء الله هنايا. تحياتي. يا بسم الله.
غادي نستعمل الغانشو ان شاء الله. اول غانشو كما قلت لكم غادي نستعمل الغانشو ان شاء الله بحول الله. كيف ما شفتوا الحمد لله راني خرجتها، راكم شفتوا كل ما كانش عندي الغانشو ما نقدرش نخرجها نهائيا، وانا ما نقدرش ندخل تمايا على حسب اش الا دخلت تمايا غادي نغرقت انا وما كاينش اللي غيخرجني. الحمد لله ونتمنوا من الله يجازينا، وكننصح الاخوان اللي عندهم الماشيه يصيبوا بحال هذا الغانشو هذا، بحال هذا السلك، هذه الحديده هذه راها صحيحه والعصا تكون صحيحه، راه تعاونوا في بزاف ديال الحوايج. تحياتي لكم وتهلاو ليا فراسكم، واللي كي يشوف قناة تربية الغنم يتابونا عند خويا عبد الهادي. الحمد لله.